خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع مهم جدا الحقيقة. يمكن مؤخرا شايفين جهود كبيرة جدا وخطوات جادة بتنفذها الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، وأيضا جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لإنشاء مصانع للسيارات والمكونات المغذية. ومؤخرا كمان مجلس الوزراء قرر منح الرخصة الذهبية لإقامة مصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر من المهندس خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. يمكن بعد التحية، تعليق حضرتك على قرار منح الرخصة الذهبية لإقامة مصنع سيارات وأتوبيسات كهربائية بالعاشر من رمضان، إيه يا فندم؟ صباح الخير يا فندم، صباح الخير على المشاهدين. طبعا احنا طبعا ده اهتمام كبير جدا من الدوله ان هي تهتم بتوطين الصناعه المحليه وتحديدا بالسيارات الكهربائيه، لان كلنا نعرف ان عالميا ان العربيات الكهربائيه هتبقى هي المسيطره على الاسواق العالميه اعتبارا من 2030. مش هيبقى في عربيه بتعمل بالمحروقات او بالغاز او بالبنزين او بالديزل اعتبارا من 2030، وتنعدم في 2040. فبالتالي الدوله بتستعد من دلوقتي ان يبقى في موجود سيارات كهربائيه وفي عربيات بتعمل بالكهرباء، وبالتالي اهتموا بالبطاريه الكهربائيه، ان يكون في مصنع لتصنيع البطاريات وتصنيع السيارات الكهربائيه. شيء طبيعي ان احنا لازم نهتم، ان هي طبعا حضرتك كما تعلمين ان الصناعه هو ان يكون في عندنا صناعه حقيقيه. البطاريه بتمثل حوالي 60% من العربيه الكهربائيه، فلو احنا قدرنا نوصل لان احنا نصنع البطاريه، فبالتالي هنقدر نصنع العربيه، وبالتالي هنقدر نصدر العربيات دي للشرق الاوسط او افريقيا. وبدل ما كنا بنصدر عملات اجنبيه عشان نشتري عربيات، هنبتدي ان احنا نصدر عربيات عشان نستورد عمله اجنبيه ونستغني عن الدولار او نستغني عن المشكله اللي بتعوق الاقتصاد المصري حاليا. طب يا فندم، يعني خلينا برضو نقف على ارض الواقع، عشان احنا بنتكلم عن اي انجاز لازم يسبقه تخطيط سليم. في المنطقة دول، إن كان في أفريقيا أو حتى في المنطقة العربية، في دول بالفعل بدأت في تصنيع عربيات أو سيارات كهربائية. بالنسبة لمصر، إيه الميزة التنافسية؟ ليه شركات عالمية للسيارات ممكن تسعى لإقامة مصانع ليها في مصر؟ أولا حضرتك موقعك على مستوى العالم كله، أنت موقع متميز جدا، لأن أنت حضرتك بقى على أكثر من بحر وعلى أكثر من وعندك قناة السويس وعندك النيل، فعندك سهولة التحرك البحري في الشحن. عندك مناطق يجوز فيها ان احنا نصنع فيها العربيات اللي هي بتعتبر المناطق الحره، لان انت النهارده العربيات لما تتصدر باك تو باك، لما يكون عندك المنطقه الحره اللي تصنعي فيها العربيه وتصدريها من اي ميناء من المواني اللي محيطه بداخل الجمهوريه، اعتقد ان دي حضرتك هتساهم كبير جدا. وفره الطاقه اللي مش موجوده في اوروبا نفسها، اللي الناس يعني اوروبا عجزت يعني يبقى عندها وفره طاقه، وبدات الناس بتشتكي من وجود عدم وجود الطاقه في اوروبا، وبدا تبتدي تخرج من اوروبا عشان تدور على اماكن تقدر تصنع فيها عربياتها عشان تقدر تصدرها لعدم وفره الطاقه في اوروبا. موضوع الكورونا كان مؤثر تاثير كبير جدا خارجيا وعالميا، فانت عندك يعني الحمد لله عندك ميزه تنافسيه كبيره جدا جدا في ان احنا نقدر، وعندك الكفاءات، يعني انت عندك الناس المهندسين والناس الكفاءات الموجوده في مصر اللي الناس بتستوردها عشان تشغلها في مصانعها عالميا. لا، احنا من ناحيه الميزه التنافسيه احنا عندنا ميزه، عندك برضك سعر التشغيل، سعر التشغيل اقل بكتير جدا جدا من العالم كله، من اوروبا ومن العالم كله. لا، احنا عندنا ميزه تنافسيه كبيره جدا. طيب، من وجهه نظر حضرتك يا فندم، شايف ان احنا ازاي ممكن نقدر نوطن صناعه السيارات في مصر بشكل عام؟ ايه اللي احنا محتاجينه في هذا الاطار تحديدا؟ بصي، طبعا هو معنى ان احنا نوطن الصناعه، الدوله اولا اهتمت بان يبقى في عندها استراتيجيه، وطلبت ان يبقى فيها اربع مزايا عشان يبقى في توصيل صناعه مصريه، اللي هي عشان تزيد من نسبه التكوين المحلي او توطين المكونات الانتاج. فطبعا شيء طبيعي ان هي الدوله لما اهتمت ان يبقى في عندنا استثمارات او عندنا نسبه ارتفاع في نسبه المكون المحلي، او ان احنا يبقى في صناعه كهربائيه او نسبه استثمار، والدوله تعمل انشاء لمؤسسه عليا برئاسه رئيس مجلس الوزراء، فده اهتمام من الدوله عشان خاطر تدعم القطاع. القطاع مش دخله ما بيأثر تأثير كبير جدا على الدخل القومي، يعتبر من اكثر الدخول او يمكن ثالث او رابع دخل للدوله، فبيؤدي لان احنا عندنا ضرائب وعندنا جمارك وعندنا مصاريف وعندنا مرتبات، عندنا حاجات كتير جدا بتساعد في توطين صناعه السيارات. فشيء طبيعي ان الدوله لما تكون مهتمه بحاجه كده، وجود لجنه عليا، فهيبقى التعامل مع
الدايركت مع الحكومه ما بين عن طريق اللجنه دي، هيؤدي الى انتاج نسبه كبيره جدا للمصانع انها تهتم بانها تزود وتوطن الصناعه المحليه، وده اللي هيؤدي في النهايه ان احنا نقدر نزود نسبه المكون المحلي اللي بناء عليه نقدر يبقى عندنا صناعه ويبقى عندنا انتاج وفير من السيارات في الفتره الحاليه على الفتره القادمه، عشان على الاقل نغطي العجز اللي موجود حاليا دلوقتي في السيارات الموجوده في السوق المحلي. طيب يعني هذا القرار يا فندم باعطاء الرخصه الذهبيه لاقامه مصنع سيارات وقطارات كهربائيه في مصر، شايف ان ده ازاي بينعكس او ازاي ممكن بيعطي رساله ثقه وامان للمستثمرين وبمثابه تشجيع برضو على اتخاذ قرارات الاستثمار في السوق المصري؟ بصي حضرتك، كان دايما المستثمر بيشتكي بانه عنده مشكله في التعامل مع الادارات المعنيه في الدوله لاستخراج رخص واستخراج تراخيص عمل، فبالتالي لما النهارده بنبعت احنا رساله للعالم كله او المستثمرين بان احنا كدوله عندنا استعداد ان احنا ندي رخص وتسهيلا على الشركات وعلى المستثمرين ان تعالى استثمر في البلد، وان احنا ندي رخصه ذهبيه اعتقد ان احنا قادرين على ان احنا نستوعب احتياجاتك ونستوعب كل طلباتك، وبالتالي الدوله هتدعم وتساعد في توطين الصناعه المصريه. احنا كدوله كحكومه كمستثمرين ككبرى شايفين ان احنا رايحين في حته كويسه جدا جدا بالنسبه لصناعه السيارات، ده اهتمام الحكومه، اهتمام المتخصصين، اهتمام الخبراء، وبالتالي المستثمرين لما بيشوفوا ان ده موجود بيبتدي يجوا ويبتدي يعملوا في مصر. بكل تاكيد يا فندم، زي ما حضرتك قلت يمكن منح هذه الرخصه الذهبيه لاقامه اول مصنع لتصنيع السيارات والقطارات الكهربائيه يعني بمثابه خلينا نقول خطوه ايجابيه ومبشره جدا في او نحو فكره التصنيع المحلي وتوطين التصنيع المحلي زي ما دايما بيؤكد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس خالد سعد امين رابطه مصنعي السيارات، شكرا جزيلا لحضرتك.